تعالوا نشوف الاسترجانوف هنعمله ازاي النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. مقاديره على الشاشه بصل احمر ابيض مش هيفرق، اهم حاجه ان احنا نقطعه جوليان او شرايح. معانا لحم شرايح ومعانا توم شويه حلوين محترمين، 5 6 فصوص من الزبده معلقتين، ومعجون الطماطم معلقتين، كريمه لباني نص كوب، معانا مشروم طازه وفريش. طب مش موجود الطازه والفريش يا شيف، نجيب العلب مفيش اي مشكله، نصفي ميته ونغسله. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، ونستعين هنا بمعلقتين من الدقيق اللي هنتبل اللحمه فيها قبل ما نحمرها في قلب الطاسه. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف ازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه بجيب كسروله زي دي كده، واحط فيها تتبيله اللحمه بتاعه الاسترجانوف، شويه الدقيق دول كده، وبحط عليهم شويه بهارات من البابريكا والملح والفلفل، ممكن نستعين بشويه كركم برده مفيش مشكله. عينيه، حلو، اللهم صل على النبي. تمام، بنحط دي كده هنا، دي البهارات بتاعه الاسترجانوف، فلفل حلوه، ملح، زعتر، كل البهارات دي يا عم الشيف. الاسترجانوف بيعتمد على طعم والتيست بتاع الصوص بتاعه اللي بياخد كريمه لباني. دول معلقتين من الكاري او الكركم حسب الرغبه. باخد اللحم الشرايح ده يا عم الشيف واقطعه. تعالوا نشوف نقطعه ازاي. ده بيتقطع شرايح كانك بتعملي شاورما. هناخد اللحمه دي نحطها كده مع الدقيق بالشكل ده كده اهو، ونشيل السكينه والبلانشه بتاعت الدم دي مش عايزينها. طالما قطعنا لحمه قطعنا فراخ على بلانشه بنغيرها، ونمسح الرخامه بتاعتنا والترابيزه واحنا شغالين اول باول اهو. وناخد اللحمه دي يا عم الشيف، يا نعم، تمام. هناخد كده اللحمه اهوت بنقلبه في الخلطه دي كده بالشكل ده كده اهو. لازم اللحمه دي تشرب الصلصه ديت او الدقيق ده، التتبيله دي اللي انا حاططها دلوقتي اهو. وعندي طاسه بتسخن على النار شديده الحراره، انا احب اشتغل على النار وهي سخنه. المثل الشعبي بتاعنا يقول لك اضرب الحديد وهو سخن. لازم اللحم كده يفرول ويتفلفل مع الدقيق. جالنا سؤال دلوقتي من على السوشيال ميديا، ايه نوعيه الايس كريم اللي هنستخدمه مع حلاوه الجزر؟ هو المفروض ايس كريم فانيليا. الشوكولاته ملهاش مكان بينا مع حلاوه الجزر، واي اطعمه تانيه ملهاش مكان بينا. ليه فانيليا يا عم الشيف؟ بيضه حلوه كده عشان تظهر حلاوه الجزر وتظهر الحبهان اللي في حلاوه الجزر والمستكة والعسل اللي هنحطه على الجزر دلوقتي. ده المطلوب. اللحم ده بالشكل ده كده اهو، عشان هيتحمر في قلب الزيت دلوقتي اهو. حلو قوي. عندي هنا بقى طاسه سخنه جدا بحط فيها شويه زيت بالشكل ده كده، تمام. واخد اللحم ده اسقطه في قلب الزيت تحميره حلوه كده. معلقتين الدقيق اللي انا تبلت بهم اللحمه بضرب عصفورين بحجر واحد. يعني ايه يا عم الشيف الكلام الحلو اللي بيوصل لنا بسرعه ده؟ ده اللي هيديني قوام للصوص بتاعي بتاع الاسترجانوف. واقلب كده زي الفل. اكله سهله جدا اخواننا الروسيين حبايبنا. نعم يا ست الكل. لا لازم تتقطع شرايح. حلو. جالنا سؤال دلوقتي على السوشيال ميديا، ينفع نقطع باللحمه دي مكعبات بدل ما هي متقطعه شرايح كده؟ لا، هي المفروض تتقطع شرايح. ودايما انا بقول بنعمل اكله من مطبخ هندي، مطبخ ماليزي، مطبخ طلياني، اي مطبخ من المطابخ العالميه، نحترم الشعب ونحترم الاكله ونعملها بالشكل وبنفس الطعم. بعمل تبوله يبقى لازم بقدونس، ما ينفعش كزبره ولا كرفس. بعمل لحم استرجانوف يبقى لازم شرايح. هتقطعها مكعبات دخلت على سكه كباب حله بقى وكويزات وكباب وكفته والجو اللي احنا عارفينه، ولكن لو قطعتها مكعبات مش هتقول لا. حلو الكلام؟ هنشيل الحاجات دي كده اول باول، انا بحب مطبخي رايق من البدايه كده عشان اقف رايق. اللحمه هنا بتستوي، هنسيبها تستوي كده لان لها تكمله تاني مع بعض. معانا الاسترجانوف قوامه
من قوام شوية الدقيق اللي أنا تبلت اللحمة فيهم قبل ما أحمرهم، هما النتيجة. شايفين القوام؟ مخرجنا الجميل، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. شايف السرجانوف والقوام بتاعه، التست والطعم. روسي، من المطبخ الروسي ولكن بخفة دم مصرية. نيجي بسرعة كده نغرف السرجانوف بتاعنا. جاهز كمان. زي الفل. نجيب طبق التقديم للأكلة بتاعتي الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي، والله جاي على بالي اغرفه هنا. والله بالنسبه للمكرونه احنا ووقتنا، احنا معانا ربنا ان شاء الله هنلحق نعملها. الاسترجانوف هنغرفه هنا كده بسرعه. اللهم صل على النبي. جاهز يا عم الشيف؟ جاهز. ناخده كده، واخد عينيا اهو. شوف شويه الاسترجانوف دول كده وهم نازلين في الايه؟ في الطبق اهو. بيتكلموا مصري، خفه دم مصري اهو، القوام بتاعه وجماله. يا ويلي، خد كريمه لباني ما ياخدش اختياري. معايا الكريمه اللبانه هحطها على الوش كده جارنش برزنتيشن يعني من الاخر. اللهم صل على النبي. واكتب لك على اوراق الشجر. يا ويلي.